شهد السيد عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية مساء أمس بمدينة كومومبو حفل تكريم السادة مزارعي قصب السكر الذين حققوا أعلى إنتاجية للفدان هذا العام للنهوض بهذا المحصول الاستراتيجي في حضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله الأنصاري. في مدينة كومومبو بأسوان تم تنظيم حفل تكريم السادة ذراع القصب الأوائل بحضور السيد اللواء عصام الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات سكر كومومبو والقيادات التنفيذية والبرلمانية وجمع كبير من مزارعي القصب بزمام كومومبو ودرا ونصر النوبة. النهارده واحنا قاعدين وحضراتكم بتطرحوا المشاكل، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خدنا خطوات وخطوات جاده وجيده من وجهه نظري، طبعا مش من وجهه نظر حضراتكم، حضراتكم اكيد لكم تقييم بيختلف عن تقييم الشركه لان الواقع كل واحد منا في مكانه بيختلف عن الاخر. اول حاجه عملناها ان احنا ما قعدناش وسيبنا، احنا قلنا هنلتقي بحضراتكم كل سنه، واعتقد ان فضل الله علينا من يوم ما جيت انا حريص على هذا اللقاء السنوي وعلى تطويره مرة تلو الاخرى. اول ما جيت كان سعر القصب 700 جنيه. رفعناه ل 900. الجميع قال السباق بين اسعار الخامات والزراعه مع سعر القصب، دايما الخامات وتكاليف الزراعه سابقه سعر القصب. ضغطنا رفعنا الى 1100. قالوا لي انت اعلنت عن ال 1100 متاخر قوي يا ريس، ده انت المفروض تعرض كنت تعلنها في شهر 7 علشان الناس اللي بتزرع تلحق تزرع. السعر حلو بس احنا بعنا الحقيقه القصب للعصارات. اعلنت السنه دي بفضل الله برضو علينا، وبعد التنسيق رفعنا من 1100 ل 1500. بمجرد ما رفعنا السعر الناس اشارت وقالت السعر ده سعر هايل، بس بعد اسبوعين ثلاثه بدات الاحاديث تختلف، يا جماعه ال 1500 دول مش كفايه ومش هيغطونا وانتوا كده بتطفشوا الاصل. هذا وقد قام السادة المزارعون بعرض أهم مطالبهم، وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالرد عليها. مرة جيت هنا والتقيت بحضراتكم كنت جالس مستمع بستمع للمشاكل اللي حضراتكم بتطرحوها، وبيدور في خلدي ازاي نقدر نساهم في حل المشاكل. النهارده واحنا قاعدين وحضراتكم بتطرحوا المشاكل، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خدنا خطوات وخطوات جاده وجيده من وجهه نظري، طبعا مش من وجهه نظر حضراتكم، حضراتكم اكيد لكم تقييم بيختلف عن تقييم الشركه لان الواقع كل واحد منا في مكانه بيختلف عن الاخر. اول حاجه عملناها ان احنا ما قعدناش وسيبنا، احنا قلنا هنلتقي بحضراتكم كل سنه، واعتقد ان فضل الله علينا من يوم ما جيت انا حريص على هذا اللقاء السنوي وعلى تطويره مره تلو الاخرى. لقاء أثمر عن عزم على تطوير صناعة السكر والرقي بمستوى المزارعين لتعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة الاستراتيجية.